السلام عليكم ومرحبا بكم عاوتاني في فيديو جديد فلوج جديد. كما العاده هذا الفيديو غادي يكون مختلف على الفيديوهات كامل اللي كندير. ما غاديش يكون فيه لا تصافيره, ما غادي يكون فيه والو, غيكون فيه واحد التحدي اللي رائع جدا. والتحدي هذا غيكون عباره على اسئله, خمسه ديال الاسئله, واللي جاوب على السؤال غيربح معايا جوج دراهم. تحدي بسيط ولكن غيكون واعر. وبطبيعه الحال غادي يكونوا معايا المشاركين. المشارك الاول اللي غني عن التعريف محسن رد معايا شحال من فيديو, شكرا تحياتي. الفيديو المشارك الثاني هذا راكم عارفينو حتى هو طلب حمزه بن طالب, حتى هو اللي غني عن التعريف. راه اخر فيديو غتلقاو ديالو راه كيدير حتى هو شي حاجه واعره. هذا عنده شي سكريبت واعر. وبطبيعة الحال عاوتاني المشترك الثالث اللي هو الاخ ديالي اللي ما كنتشافوش انا وياه, اسماعيل الاخ ديالي. والمشارك الرابع هذا اسطوره بمعنى الكلمه, ولد عمتي نبي, ومازال غادي تشوفوه معايا في شي فيديوهات. حمقين هذا, يلا غادي نبداو دابا بالاسئله ونخلي لهم هما بعدا كلمه اللي غادي يقولوها. اللي يمكن لي نقول هو اليوم الياس غادي نرزيوه بمعنى كلمه. مستعدين الشباب ان شاء الله نربحو نشرب طاقه. حمزه كنشكروك اخ الياس على هاد الشجره من اللي عطينا نشرب ونعيش باش نعيش. انت امور كلمه لك نبي, شي بركه خاصك, شي بركه غادي تربحها ولكن نكون قوي. المهم غادي نعطيهم السؤال واللي غيجاوب عليه الاول غادي يربح معايا جوج دراهم. يلا نبداو على بركه الله. يلا السؤال الاول, نبداو على بركه الله. السؤال الاول يا سيدي, ما هي اعلى قمه في اسيا؟ هيمالايا. جواب خطا. إيفيرست. جواب صحيح. ومحسن كيربح معانا جوج دراهم. يلا هيا محسن ان شاء الله جوج دراهم عندك. السؤال الاول كيربحو محسن بطبيعه الحال, وهما هادو المساكين الفاشلين هادو الهيمالايا. المهم يلا ندوزو للسؤال الثاني. إيفيرست جات, عندك معلومه جات في الحدود ما بين نيبال, ما بين الهند, لا ما بين نيبال والصين. ما بين الهند والصين. نيبال ناسقه مع الهند. نيبال والصين. ندوزو السؤال الثاني على بركة الله. السؤال الأول ربح معنا محسن. السؤال الثاني أنا 100% كنقول غير بحو إسماعيل وما عرفتش. يلا ندوزو السؤال الثاني, شكون البلد اللي فاز بكأس العالم 1998؟ فرنسا. انا كيدوز إسماعيل. إسماعيل السؤال الجواب ديالك ربحتي معنا جوج دراهم. لحد الآن إسماعيل ربح معنا جوج دراهم ومحسن جوج دراهم. هذا الفقير زيرو درهم وهذا الفقير اخر زيرو درهم. شي كلمه نبي. شي كلمه راه عند الله. يلا المهم ندوز عاوتاني للسؤال الثالث. السؤال الثالث, ما هي اكثر بلد, اكبر بلد من ناحيه السكان في افريقيا؟ الجزائر. مصر. من ناحيه السكان مصر. نيجيريا. والجواب صحيح. إسماعيل عنده 4 ديال الدراهم. 4 ديال الدراهم. نابل زيرو درهم. 4 درهم. حمزه بطبيعه الحال حول عليا. تفيكسي بجوج دراهم ولكن ان شاء الله السؤال الجاي. تفيكسي يلا. السؤال الاخر. بقى السؤال الاخر نشوف واش غادي شي واحد يكون جديد. واش نابل غير حنا عندنا جوج دراهم, إسماعيل غيزيد الغلقين من 6 دراهم, او حمزه غير شاف الراس ديالو جوج دراهم, ولا محسن غادي يزيد 4 دراهم. يلا نمشيو للسؤال الرابع على بركه الله, وهذا كنظن انه هو قدر يجاوبوا عليه كافي. ما هي ثالث اكبر دوله في العالم؟ كندا. لين. روسيا. لين. الصين. مساحه من ناحيه المساحه ثالث اكبر دوله من ناحيه المساحه. الجزائر. الصين. الصين. روسيا. كندا. امريكا. ولايات. صفر دراهم.
يلا المهم غيكون هذا هو اللي خرت الفيديو تحدي خفيف ظريف. هما معايا الدراري محسن 2 درهم حمزه 0 درهم اسماعيل 6 درهم نبيل نبيل 0 درهم. يلا الدراري كلمه اخيره محسن نشكرك خويا الياس على 2 درهم هادي غنشربو شي مول عيش ما تنتعشو به الله حمزه ما ربحتي معنا والو والو ولكن ما تنساوش دعموا الاخ الياس شكرا دعموا شكرا بزاف مول 6 درهم مول 6 درهم الا جاوب على هذا السؤال هذا غادي نعطيه 20 راكوس طاكو يلا سير هو تحدي مباشر الا جاوب على السؤال 6 درهم شحال فيها من درهم جاوبتي جواب خطا يلا نخليكم على خير تهلاو ليا فرصه وكما العاده جيم ابوني فرقعوها وديما تسناو الجديد يلا 6 درهم كت